عاد شوف، كلنا نحب نفتحوا صفحه جديده، ولكن الشباب يوقعوا في ثلاث اشياء. احنا الان شوف، كلنا كما رانا هنا، لو كان تفتح علينا يعني تقسمنا الى ثلاثه اقسام، نقدروا نبانوا مليح ونقدروا نتكلموا مليح. القسم الاول كاين الناس مازالهم بعاد، مازال ما فتحش مصالحه مع الله، مازالوا كل يوم عداد السيئات راهو يمشي فيه، كل يوم عداد السيئات راهو يمشي، ملي نوض صباح حتى يرقد الليل وملائكة الشمال تسجل عليه، نسأل الله يهدينا ويغفر له. وكاين نوع من الناس، وهذا النوع هذا اللي هدرت لك عليه الأول، هذا يحتاج إلى نصيحة، يحتاج إلى دعاء، يحتاج إلى أن يبحث عن الحق، يحتاج إلى أن يسمع، يسمع يسمع يكثر، يسمع ويدعو الله عز وجل أن يلهمه رشده وأن يهدي قلبه. الشيء الثاني، كاين نوع من الناس هذو ما راهم عندهم قابلية للتوبة وحابين يتوبوا، وراهم خلاص راهو يحبس، راهو يحبس ويرجع، يحبس ويرجع، وراهو عنده خطوات راهو يتوب لربي سبحانه وتعالى. هذا النوع من الناس وش يحتاج؟ يحتاج إلى أن هذا الخطوات هذو أننا نثبتهم له، أننا ننصحوه ونعطوا له كلمات يزيدوا يدفعوه وتشجيع من أقاربه، من والديه، من أصحابه، من العلماء، من الأئمة، دائما كلمة تشجيعية. وكاين نوع من الناس تابوا، ما عندهمش تردد، تاب الى الله عز وجل، وتروح تساله الان يقول لك انا كملت خلاص، هذه الامور، هذه المخدرات ولا الافات الاجتماعيه ولا الامور اللي تغضب رب العالمين، انا مش عندي خلاص. كي تقول له الان يقول لك ولكن عندي مشكله، وشنو هي المشكله؟ أنا خايف نرجع، لازم لي شيء، لازم لي برنامج. وهذا اللي احنا رانا دائما نتحدثوا عليه، والله نتحدثوا عليه انا والشيخ ومشايخ واحد اخرين، والله غرنا نتكلموا على شيء ما بعد المخدرات. كي يتوب الانسان يخصنا احنا دركا، لازم نعطوا له اليد ونعاونوه باش يقدر يمشي ويكمل، ونخلقوا له محيط، هذاك المحيط نتاعو يخليه ما يعاودش يرجع لطريق العوجه. كاين ناس تابوا الله عز وجل، ولكن مع الوقت يقول لك والله ما قدرتش، ما شديت ست شهور، عام، عامين، عاود رجعت اكثر من اللي كنت. علاه هذا الانسان عاود رجع؟ هذا الشيء اللي حابين نتكلموا عليه، هذا الشيء اللي يخلي الانسان انا راح نقول لك واحد الوصايا، كلمات تعاونك اذا كنت بعيد تقدر ترجع، واذا كنت مدبدب تقدر تثبت، واذا كنت ثابت تقدر تكمل. هذه الكلمات اللي نقولهم لك الان، هذو محفظهم مليح، وتبع البرنامج هذا اللي راح نعطيه لك الان. هذا البرنامج موش من عندي ولا من عند العلماء، والله هو من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كما يقولوا انا نقول لك كلمه، حاسبني بالدليل، حاسبني بالوحي تاع ربي سبحانه وتعالى. اول حاجه، ربي عز وجل اعطى فينا واحد الماده، هذيك الماده لو كان ما تكونش فيا وفيك ما نقدروش نثبتوا على الطاعه وما نتوبوش لربي. وشن هي الماده؟ الايمان، الايمان بالله. الايمان كي يكون في قلب الانسان، كي يكون يتعرف على ربي سبحانه وتعالى. وش معناتها الايمان بالله؟ الايمان بالله مش ايمان ابليس. ابليس يعلم ان الله هو الخالق، قال خلقتني من نار، ولا ما قالش هكذا، وخلقته من طين. يعني ابليس راه يعترف بانه ربي الخالق. كي تقول لي انا ربي هو اللي خلقنا، مازال ما عملتش حتى حاجه. انا اقول لي تعرف واش تقول لي؟ قول لي بان الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، بان الامور بيده، هو الذي يملك الامور، هو الذي يحيينا، هو الذي يميتنا، هو الحي القيوم، هو الذي يسيطر على كل شيء، احاط بكل شيء علما. الله سبحانه وتعالى لما نعرفه بانه هو الاول والاخر والظاهر والباطن، يعني ما عندك وين تهرب. هذا هو الاول، اول حاجه لازم تفهمها، ما عندك وين تهرب. الله عز وجل محيط بك في كل شيء. تقدر انت الان تستبدل هواء من دون هواء الله؟ ما تقدر. الهواء نتاعو اللي تنفس فيه الان، الارض ارضه، والسماء سماؤه، وكل شيء في هذا الكون لا يتحرك الا بامره. يعني بخلاصه، احنا رانا في مملكه الله سبحانه وتعالى، يعني ما يجوزناش اننا نعصيه الله ونغضب الله واحنا في مملكه نتاعو. نتعرف على من هو الذي نحن في مملكته، من هو الملك هذا، من هو الله. كي تتعرف على الله تولي تستحي منه. وانا نقول لك واحد الشيء تتعرف به على الله عز وجل كثيرا في حياتك اليوميه، كل يوم تعمل درس ودروس تتعرف بها على الله عز وجل. شوفوا، نهار خلق ربي ادم، خلق ادم مسح على ظهره ووراله كامل الذريه نتاعو. شافنا ادم، احنا شافنا يعني في عالم الذر قبل ما يخلق البشريه، خلق ادم وحده فقط من طين،
وراله خرج له من صلبه من ظهره خرج له كل الذرية نتاعو وقال له هذه هي ذريتك يا آدم. فإذا فيها من؟ إذا فيها الصحيح الإنسان صحيح بصحته لاباس كما رانا احنا لاباس علينا نتمشاو ونشوفوا بعينينا وكل شيء. وفيها من؟ فيها الإنسان الأبرص والأجذم والأقرع وكل يعني كل أنواع الأعمى. كاين الناس اللي مساكل مرض معوقين ما يشوفش ما عندوش عينه ما يشوفش. هذوك النوع من الناس شافهم آدم قال له يا ربي علاه ما خلقتش الناس كامل صحاح؟ قالوا لي تشكر نعمتي. وش معنى الكلام هذا؟ معناتها أنت لك بصحتك ربي خلق لك ناس آخرين معوقين باش لما تشوف هذاك الإنسان المريض المعوق تولي تشكر نعمة الله عليك. هذا الغرض من وجودك في الحياة أنك تعبد الله أنك تشكر الله. فأنت الآن كل يوم النعم نتاعك لما تحل عينك صباح تقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشر. ومن بعد ماذا تفعل؟ نروح نتناول مخدرات، نروح نعاكس في الطريق، نروح نسب الله، نروح نعمل كذا، نروح نسرق، نروح ندير أي حاجة تحرام. وأنا صباح حليت عيني بفضل الله. وكان الناس كان نوع من الناس صباح كيجوا ينوضوا يلقوها ميت. وانت أعطاك الله كم من يوم بونيس من عنده لعلك تعمل خيرا لينظر كيف تعملون. احنا الآن هذه الأمور لازم ننظر فيها كنعمة من الله حتى نشكره ونستحيه من الله، لأن النعم تولد الإيمان الذي يولد فيك استحياء من الله. شوف كم من إنسان يمشي يتضارب مع الناس يسب الله عز وجل ويرفض القرعة نتاع الماء ويشرب الماء. شكون اللي سقاه؟ الله اللي سبك، اللي سبيته أنت الآن مباشرة عاود أعطاك الماء وشربت. بعد هذيك السب الكفرية هذيك يتلقى الإنسان يشرب في الماء عادي. كان قادر الله سبحانه وتعالى ينحيله البصر وقادر الله ينتقم منه في ذلك الحين، ولكن الله حليم سبحانه وتعالى قادر يعاقب ولكنه يفوت عليك العقوبة. شوف سبحان الله هذا النعمة يا إخواني الكرام، النعم اللي رانا نعيش فيها نعم لا تحصى. نعمة البصر ونعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة المأوى ونعمة الأكل والشرب. كاين الناس عندها أموال طائلة وما تقدرش تأكل كم من حاجة، منحيله طبيب قائمة منحيله طبيب. وانت ربما تأكل وتشرب ولا بس عليك وبصحتك، سواء راه عندك دراهم ولا ما عندكش دراهم، المهم الحاجة المليحة الصحة اللي راهي عندك هذيك اللي تشكر عليها الله سبحانه وتعالى. فإذا لازم نفهموا حاجة أننا لازم في كل يوم باش انت تقدر تحبس المعصية وتبدأ في طاعة الله لازم تتعرف على الله. مشي أنا تعرف علي ولا على فلان ولا على فلان، لأنه احنا كنا بشر نحتاج ربي سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لقى الصحابة كما احنا يأكلوا ويشربوا عندهم الشهوات وناس ماشيين في الطريق نتاعهم عندهم الولاد ويسترزقوا ويدبروا أمرهم ويتاجروا ويفلحوا عندهم حياة كما احنا يعانيوا معاناة الحياة كما احنا الصحابة. الرسول عليه الصلاة والسلام رباهم بماذا؟ بالإيمان، عرفهم بربي سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أنت أعطيني إيمانك، أنت أعطيني فرصة وروح تتعرف على اللي خلقك سبحانه وتعالى. ومن بعد ربي عز وجل لما يشوفك الإيمان تاعك راه يكبر راح يثبت لك القلب تاعك ويثبت الخطان ديالك. ولهذا لما تشوف الآن بعض الناس لما يتوب لله تبارك وتعالى ويحبس يقولك أنا خلاص أنا وليت نصلي الحمد لله وحبست هذه الأمور تاع الشر والآفات الاجتماعية كامل حبستها. والآن ما هو المطلوب الآن منك؟ أنك تقوي الإيمان تاعك. تشوف الإنسان هذا يسمع درس منا، يتعرف على الله عز وجل، شوية تفسير تاع القرآن الكريم، يتعرف على اللي خلقه، كل مرة يتعرف على حاجة. هذا الإنسان كل مرة يزيد الإيمان تاعه. كما قيل تعالى نؤمن ساعة. وش معنى نؤمن؟ نسمعوا درس كما هذا، تأكيد تسمع درس وتريح وتستفيد، الإيمان تاعك يزيد. اليوم احنا الحمد لله ربي أعطانا، وش أعطانا؟ أعطانا حاجة كبيرة وسهل لنا، كل ما تنقص الهمة تاعنا ربي يزيد يسهل لنا الأمور. أعطانا الهواتف، تفتح الهاتف الشيخ اللي تحب تسمع له والموضوع اللي تحب تسمع له وفي أي وقت تحب تسمع. حاب تسمع دقيقتين تسمع دقيقتين، تدخل التيك توك تسمع دقيقتين ثلاثة فائدة وتمشي. تحب تسمع درس نتاع ساعة ولا ساعتين تسمع درس ولا ساعة ولا ساعتين. خطبة الجمعة منا راك هنا تحب تسمع خطبة الجمعة دارت في العاصمة ولا في الشرق ولا في عنابة ولا دارت في تمن راست ولا دارت في مكة ولا تسمعها منا الآن من بيتك تسمعها من فراشك تسمعها. هل لنا عذر عند الله بعد هذا؟ ما عندنا عذر، قادر تسمع كل يوم بدل ما نسمع. أنا شوف تخدم عندك صنعة أكتبيع في حانوت
كل يوم تسمع، كل يوم الهاتف موجود عندك، تحط حاجة في ودنك هكذا وتسمع، تسوق الفيلو تسمع، وتسوق الموتو تسمع، وانت تخدم تاكسي تسمع، وين تروح تقدر تسمع. يعني قادر الإيمان تاعك تغذيه كل يوم باش تثبت على طاعة الله، باش ما تعاودش يضعف لك الإيمان وتعاود تولي للطريق اللي فيه اللي فيها فساد كبير. وقال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، وأعمل عاما الضلالات بعد الهدى. يعني شوف الأعمال كبير أنه الإنسان يتوب يعاود يولي للفساد، هذاك راح يزيد يتعمى أكثر، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا تعرفوا على اللي خلقكم الله سبحانه وتعالى، كل ما يعظم فيك الله المعصية تنقص. ولهذا الحسن البصري رحمه الله ماذا كان يقول؟ كان يقول: لا تنظر إلى حجم المعصية، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. احنا كي نجو نعملوا ذنب، نعملوا معصية، واش نديروا؟ ننظروا إلى من عصينا، ماشي المعصية صغيرة ولا كبيرة والناس كاملة يتعملها ونورمال وعادي ما فيش مشكل، وإذا عمت خفت ورانا مبليين بها. لا، ما تتعاملش بالمعصية هكذا، انظر إلى من عصيت، اللي عصيته كبير ولا صغير؟ أكبر، الله أكبر. يعني رانا الآن كي رانا نعصيه، ورانا نعصيه في من؟ في من هو أكبر؟ هذا هو اللي لازم الإنسان يستحي من الله عز وجل حتى يربي الإيمان الذي يولد في هذه الحياة. الحاجة الثانية أخي الكريم هو الإيمان باليوم الآخر. عزز إيمانك باليوم الآخر. تعزيز الإيمان باليوم الآخر وش يدير؟ يداوي كل حاجة في الحياة. أنا تكلمت كلمة من قبل، قلت قال الله تبارك وتعالى واحد الكلمة، هذيك الكلمة لو كان تحطها في أي مكان تداويها، في أي مكان، تعطي له واحد الريقلاج، تعطي له واحد الدواء، كل من عليها فان. تقدر أنت في يوم من الأيام تعيش بغير هذه الكلمة؟ تقدر تكذب على نفسك تقول ما حش نموتوا؟ تقدر تكذب على الناس وتقول لهم على بالكم عيشوا مازال نعيشوا، ما كاش الآخرة خلاص. هذه حاجة الكفار عارفينها، الكفار دوكم يؤمنون بالموت ولكنهم لا يؤمنون بما بعد الموت. الآن احنا الملحد يؤمن بالموت ولكن لا يؤمن بما بعد الموت. الآن احنا نؤمن بأن كاين موت وكاين حياة بعد الموت لا تنتهي، والحياة اللي تكون بعد الموت ولا تنتهي هي اللي لازم، هي اللي خصنا أننا نقويها في نفوسنا. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت واحد الكلمة، قالت لو كان أول ما نزل لا تسرقوا ولا تقتلوا ولا تزنوا ما استجاب أحد. يقول الناس تقولوا حلال حرام ما يستجبش، علاه؟ لأنه أنا يقول لك أنا حيني اليوم وقتني غدوة، خليني نعيش نزهة، خليني نعيش حياتي، خليني نعقب الشباب نتاعي نزهة فيها. ولكن لو كان الإنسان يعتقد بأنه كل من عليها فان ونحن محكوم علينا بالإعدام، وهذا التنفيذ الإعدام سيكون في وقت غير معلوم، راح يجي على فجأة، يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. كل من عليها فان، كل من عليها فان، لو كان تحطها على إنسان راهو فرحان 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 لدرجة حتى ينسى ربي، يعاود يتريق للفرح هذاك يعاود يهبط، تلقاه فرحان ولكن عارف بأن الفرح هذا هو عبارة عن فرح مؤقت في الدنيا، ثم سنموت وبعد ذلك تبدأ الحياة الحقيقية. لو كنت تحط كلمة كل من عليها فان، تحطها في إنسان حزين راهو في جنازة تمشي إليه أنت تعزيه، مات ولده ولا مات الزوجة تاعو ولا الأم ولا الأب ولا الأخ، مات له قريب ولا حبيب، تمشي عند الإنسان هذا في وقت الجنازة وتقول له كل من عليها فان، راح الحزن هذاك يتخفف ويهبط ويتريقله ويحكم المعدل نتاعو، يعني محش جيه الكآبة، يقول لك الحمد لله. لو كنت تمشي عند واحد مظلوم مقهور ظلموه الناس، راه القلب نتاعو يتقطع الداخل بالظلم، وتمشي وتقول له كل من عليها فان، يقول لك الحمد لله كاين يوم القيامة. علاه؟ مظلوم، يقول لك الحمد لله كاين يوم القيامة. فهذه كل من عليها فان هي عبارة عن دواء، هي الإيمان باليوم الآخر يخفف مصيبة المصاب ويعد الفرح الإنسان الباطر، يعني الإنسان اللي يطغى، ويجعل الناس يستحيون من الله ويخبئون ليوم يلقون فيه الله. ولذلك ربي وش قلنا؟ يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت واش لأولادها، وش خلى الوليد ما قدمت لغد، ماشي وش خليت الميراث، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذن من هو السعيد فينا؟ هو الإنسان الذي يفكر بأنه كان يوم غد، كان يوم القيامة، وذلك يوم القيامة ما هوش فيه 60 سنة ولا 70 سنة ونمشيه، لا،
وإنما هو عبارة عن حياة خلود فلا موت. كيفكر الإنسان ويطلع الجنة وش فيها من النعم، وش فيها من الأنهار، وش فيها من اللباس، وش فيها من الحرير، وش فيها من الأشجار، وش فيها من السكنات والقصور والخيمات، أشياء كثيرة. هذيك الجنة التي لا توصف، يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ويطالع الإنسان على أن أدنى إنسان في الدنيا، أدنى إنسان في الجنة رح يدي 11 مرة الدنيا. يقول الإنسان سبحان الله، ما تزيد تغرك الدنيا، تبقى تمشي فيها وتدير ثروة وتعمل مشاريع، مش مشكلة. بصح تولي إنسان ما عندك قلب معمر بالدنيا، عمر جيبك على روحك مش مشكل، ولكن قلبك مش متعلق بالدنيا. هذه البطولة الحقيقية، أنك تعيش في الدنيا ولا يتعلق قلبك بها، يبقى متعلق بالآخرة، وتعيش وتنظر في يوم القيامة وتشوف النار وعذاب النار وأنواع الناس كيف يعذبون في القبور وفي النار، وتشوف هذا النمام والسراق والكذاب وعاق الوالدين وقاطع الرحم والإنسان اللي فعل واللي فعل واللي فعل واللي فعل، كل واحد كيف كان يعذب فيه الله تبارك وتعالى. وهذه كلها موجودة في الآيات والأحاديث. وتشوف نوع ثاني من أمور الآخرة وهو يوم الحساب، كيف الله عز وجل ينشر لنا الصحف وكيف نحاسب على الصغيرة والكبيرة. تقول أنت الآن تبدأ تفتش قبل ما تجي يوم القيامة، تبدأ تحاسب نفسك. ولهذا عمر بن الخطاب أعطانا واحد العقلية لو كان نتبعوها ننجحوا، يعني نهار يجي ملك الموت نقول له مرحبا بك رانا جاهزين، ولكن لو كان تبعوا البرنامج هذا نتاع عمر بن الخطاب نديروها. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن. أنا الآن شوف كي نكونوا مسافرين، الناس يروحوا يسافروا العمرة ولا يسافروا أي بلد، وش يديروا؟ يدوا معهم الكابات ياكل، لا الفاليزات، يحط الفاليزات هذيك يقول لك قالوا لنا في الطيارة عندك كابة واحدة ولا زوج كابات 23 كيلو، يبدأ يوزن فيها. وين يوزن فيها؟ في الشومبرا تاعو في الأوتيل يبدأ يوزن فيها. هذاك الإنسان علاه يوزنها؟ باش الهيكا يروح يقول له وقت خلص 10 أورو ولا 20 أورو الكيلو الواحد، يخلصها غالية. هو يقول كان الآن نضبط نفسي هنا نوزنها قبل ما توزنها ليه. نفس الشيء في يوم القيامة، كاين حاجة تختلف الهيكا هنا في الدنيا، من ثقلت موازينه وهم الخاسرون، بصح يوم القيامة من ثقلت موازينه أولئك هم الفائزون. أنت أوزن أمورك الآن هنا قبل ما تلاقي الله تبارك وتعالى، اجعل نفسك الحساب أنك أنت ستموت في يوم من الأيام وراح يحسبك الله. احنا كي نكونوا نتكلموا معك ما نقدروش نكل خولك ونضحكوا عليك ونقولوا لك لا لا أنت ما حش تموت، مازال بركة مازال تعيش. لا، أنا نقول لك واحد الكلمة، نسأل الله يبارك لنا ولكم في الأعمار، ولكن كاين حاجة حقيقة لازم نعيش معاها، وهي أننا في أي لحظة يقدر ينفذ فينا حكم الإعدام. في أي لحظة يقدر يجي ملك الموت يديك من أي مكان. ملك الموت أخذ أناسا في مقتبل العمر من الملاعب، وهم في أقوى صحتهم، يأكلوا بالطبيب، يأكل بالطبيب برنامج الغذاء وبرنامج الرياضة ويصرفوا عليه أموال، لاعب في ملعب يجي ملك الموت يقبض الروح بتاعه. الناس بأقوى صحتها يأخذهم ملك الموت من الأعراس يديهم. يعني شوف ملك الموت هذا لا يختار لك مكانا ينتظرك حتى تكبر، أو ينتظر الإنسان الصحيح حتى يمرض، أو ينتظر الغائب حتى يرجع إلى أهله. بمجرد ما يلحق الوقت يدي الإنسان في أي مكان. كان الناس ماتت وهي تغتسل، يغتسل في الحمام يغتسل. كان الناس ماتوا وهم في الملاعب، كان الناس ماتوا وهم في البحار، كان الناس ماتوا وهم يتجولون ويعني يسيحون في الأرض، كان الناس ماتوا وهم يدرسون، كان الناس ماتوا وهم ساجدون، كان الناس ماتوا وهم خامرون، نسأل الله السلامة والعافية. كل واحد كيف يموت؟ علاه؟ لأنه ملك الموت ما ينتظرش. هذه اللي لازم تعيش لها أنت. النظر في يوم القيامة يخلي الإنسان يستعد ليوم لا ريب فيه، ما فيش شك. وهذا هو سر تعثبات الناس والإيمان تاع الناس. ولذلك إذا لاحظتوا في سورة البقرة اللي نفتحوا هنا الحاجة الأولى بعد الفاتحة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بماذا؟ بالغيب. الغيب، الإيمان باليوم الآخر، باللي كاين يوم حساب، كاين الصراط، كاين أشياء كثيرة يوم القيامة، الميزان راح يوزن ربي أعمالنا، شيء عجيب. هذاك اليوم هذاك اسمع عنه، ادخل الانترنت، افتح دروس، اسمع الصراط، اسمع الحساب، اسمع الجنة، اسمع النار، كل يوم والله تشوف الإيمان تاعك كيف يطلع. حنظلة رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام
يا رسول الله إن إذا كنا عندك تذكرنا الجنة كأننا نراها رأي العين. شوفوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يتكلم على الصحابة، يريحوا كل يوم كل يوم، ماشي مرة ولا اثنين، يريحوا دائما ويقصر مع الصحابة مع أبي بكر ومع عمر، ويقول لهم في الجنة كاين شجرة يسير الراكب تحت ظلها 500 عام وما تنتهي، ويقول لهم كاين خيمات طولها 60 ذراعا أو 60 ميلا في السماء أو 30 ميلا في السماء بحسب الروايات، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يطمع الناس في الجنة الرسول عليه الصلاة والسلام. علاه؟ باش يخلي الناس راهي عايشة في الدنيا ولكن قلوبها متعلقة بيوم القيامة. أنت لو كان الآن كل يوم تعزز نفسك بيوم القيامة، اسمع يوم القيامة وش صرا لك، رايح هذاك اليوم الآخر كل يوم تحطه بين عينيك باللي راح تموت وراح تحاسب عند الله، وماذا بك نهار تتحاسب عند الله عز وجل يأمر الله عز وجل الملائكة أن تأخذك إلى الجنة، أنت ما تتمناش أنك تدخل جهنم، لأنه جهنم ما نقدروا لها أنا وأنت دقيقة، ما نحملوهاش في جهنم. فإذا أنت تتمنى أن الله ينجيك، كيف ينجيك الله عز وجل؟ تولي تخاف تعصيه لأنك عندك اطلاع على يوم القيامة. وأنا نقول لك واحد الكلمة، النبي عليه الصلاة والسلام أذكرنا هذا النوعين اللي قلتهم لك الآن، أنا الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، أذكرهم لنا في كلمة واحدة، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، شوف لا يكذب حين يكذب وهو مؤمن. وش معناتها هذا الكلام؟ معناتها أنت كي تكون تدير في المعصية راح يغيب عليك كامل ربي سبحانه وتعالى، وراح يغيب عليك كامل بلي راح تموت وراح تحاسب، فهذيك اللحظة تاع المعصية راح تنسى كلش، راح الإيمان يخرج منك كالظلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. على لو كان يجي واحد ما يقول لك عبك راح تموت وتتذكر الموت، تحبس المعصية في الحين، في الحين تحبس المعصية تاعك. ولهذا شوف اتباع الجنائز، فضل اتباع الجنائز، شوف احنا كي نروحوا الجنائز يشوفوا الناس يحطوهم في القبر ويشوفوا الميت امامنا ويشوفوا القبر، يسمطنا كل شيء، كل شيء يسمطنا، تقول شوف اخرتها ورانا رايحين وهذا مصيرنا كلنا رايحين لهذا المكان. هذاك الشيء هذاك تاع اتباع الجنازة راح يولد فيك ايمان، وهذا نوع من انواع الثبات. اتبع الجنائز، كي تروح تتبع الجنازة ماشي على جال ان هذيك العائلة لا فامي تاعنا ولا انه فلان نروح لا، اتبع الجنازة وقرب بين القبر وخذ موعظة من ذلك الميت الذي دخل في قبره. الشيء الثالث يا إخواني الكرام اللي يقدر يعين الإنسان على الصبر والثبات على طاعة الله هو الاجتهاد في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أنت مد خطوات، أنت تبت إلى الله عز وجل أو أنك حاب تتوب، أعطينا خطوة تاعك وشك حاب تدير، بسم الله توكل الله حبس. أنت تجي تقول لي أنا يا شيخ والله راني حاب نحبس، أدعي لي نحبس ونسأل الله جميعا يتوب علينا وعليكم يا رب. الآن تصور أنت راك تقول لي الآن في نفسك في نفسك أك حاب تدرك تعيط تقول يا شيخ أنا حاب نحبس كل المعاصي هذه، نقول لك أنا واحد الكلمة، هكذا راني حاب ما تكفيش، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، الدين تاعنا الدين تاعنا لو كان جاب الأماني نقولوا كامل أبطال، نحطوا راسنا على المخدة هكذا ونبدأ نتمناو، أنا نتمنى نكون كذا، أنا نتمنى نكون كما الصحابة، أنا نتمنى أني حاب نولي كما عمر بن الخطاب، تكفيني هذه ما تكفينيش؟ ما تكفينيش. وش قالوا اليهود والنصارى؟ وش قالوا؟ اليهود قالت اليهود وقالت اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وربي وش قال لهم؟ قال لهم تلك أمانيهم، نتمنى وش حبيت؟ قل وش حبيت أنت؟ بصح عند ربي الحقيقة وش هي؟ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. شفت كيفاه؟ قال لك ربي لي يخدم يكون مؤمن ويخدم يخدم، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن هذوك الناس فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واليهود ماذا قالوا؟ قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قالوا احنا ناس تاع بركة ونحن أبناء الله وإحنا عندنا تاريخ ما شاء الله وإحنا شعب الله المختار. ربي قال لهم فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني المسألة مسألة ماذا؟ مسألة عمل، ما وش أنا اللي دوك نقول لك أنا أنتمي إلى عائلة وما شاء الله واني نتمنى وخلاص واني نتمنى نكون إنسان صالح، ما تكفينيش عند ربي، وإنما اللي يكفيك هو العمل. الله عز وجل قال فأما من أعطى واتقى، هذو أعمال تاع شكون؟ تاع الإنسان ولا تاع من؟ تاعك أنت تاع الإنسان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بعد يجي عمل الرب سبحانه وتعالى فنيسره لليسرى.
تم يسهل لك ربي طريق وتمشي في التوبة تاعك ما شاء الله. مين تعطينا العمل تاعك؟ أعطينا الحزم. قال أنا من اليوم والله ما تزيد تدخل في فمي الآن، والله يشي هذا ما يزيد يدخل في فمي، ولا نزيد نخمر ولا نشرب ولا نعمل ولا كذا، كل شيء يتوقف الآن بإذن الله، ونمشي الأمام ونروح للمسجد ونصلي مع الجماعة تاع المسلمين، ونأخذ القرآن الكريم ونقرأ وندعي ربي عز وجل، ونأمن بالله ونقرأ اليوم الآخر ونتعلم ونسمع دروس ونكمل، وبإذن الله ربي ثبتني ونبقى نجاهد، لأن هذه المسألة راهي مشروع، يا الجنة يا النار، ماهيش مسألة راح دير ستاج يجيب الدبلوم ولا ما تجيبش، لا، هذه المسألة يا الجنة يا النار. يعني المشروع تاع العمر تاعك التوبة، هي مشروع العمر، أكبر مشروع ديره في حياتك هذا التوبة، صلح نفسك، هذا هو المشروع. ومن بعدها دير مشاريع، وش حبيت؟ ابني وبيع وشري ودير وش حبيت؟ عقارات وسيارات ودير ذهب ودير وش حبيت؟ ولكن المشروع العظيم اللي لازم تحافظ عليه هو أنك تبني مصالحة مع الله وتوبة مع الله وتخدم طريقك. هذه الطريق هذه ربي بداك أنت، قال لك ابدأ، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. شوف سبق العمل تاع الإنسان، وقال فأما من أعطى واتقى وصدق، يلا بسم الله أنت أروح. وقال لنا في الحديث القدسي اللي فيه من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هو اللي يتقرب، شكون اللي يروح عند الآخر؟ أنت تروح عند ربي، أنت اللي تمشي عند الله، ما تقعدش تسنى وتقول دوك ربي يهديني، لا، أنت ربي قال لمن شاء منكم أن يستقيم، أنت حاب تستقيم يلا توكل على الله بسم الله. أعطينا علامة، أعطينا خدمة تخدمها، أعطينا عمل يبرهن استقامتك، هذا هو اللي لازم يكون الإنسان. والتقرب إلى الله كل يوم لازم يمر عليك تولي أحسن من اللي فات، وهذه هي طريق باش ربي يثبتك. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما روانا حديث الولي، وش قال فيه ربي سبحانه وتعالى الحديث القدسي؟ قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بسم الله أنا تبت إلى الله، حبست المخدرات، نروح نتقرب بالشيء الواجب. وش هو الواجب؟ نصلح العلاقة مع الوالدين، الأم هذه اللي راني بكيتها أنا في الليالي سهرت، نصلح العلاقة، واجب علي الآن، فريضة. الأمور تاع الناس اللي نقدر نستحل من الناس، قال فلان سمح لي هذا المال سرقته لك في من أيام هاك تاعك حاجتك، اللي قدرت نوصل، اللي ما قدرتش نوصل نتصدق عليهم ولا ندعو لهم الله تبارك وتعالى. اللي ظلمناه نمشي وليه قال يا فلان سمح لي في من الأيام ضربتك ولا كاش ما سبيتك ولا سمح لي، نصلح واش نقدر. هذه الطريق هذه هي طريق الصالح، كي تشوف روحك تعمل هذا الشيء هذا عرف باللي ربي راح يثبتك. الآن تزيد تمشي للصلوات، يؤذن المؤذن وروح تصلي مع المسلمين، هادو كم الواجبات علينا؟ هادو ما كم الواجبات؟ جاء رمضان صوم رمضان، الآن أنا ربي أوجب علي أمور راني نقوم عليهم، هادوك الأمور أحب حاجة عند ربي عز وجل يقول لك شوف الشيء اللي أنا أفرضته عليك تقرب إلي به، تم يحبك الله. ومن بعد أنت تذوق واحد الحلاوة تاع القرب من الله، واش تدير؟ تعاود تقول أنا الحمد لله صليت صلوات الخمس ما شاء الله، عندي شهرين ولا ثلاثة ولا عشرة وأنا صلي صلوات الخمس، الله يبارك. دوكا جاتني حلاوة تاع الإيمان، نزيد لهم واحد الرواتب، نزيد النافلة، صلاة الضحى، قيام الليل. شوف الآن دخلت في النافلة، علاه؟ ذقت حلاوة الإيمان، راك بديت تطلع في الدرجة. هنا قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، مع الأول بالفريضة. ومن بعد حلات له السيد هذايا ولا ما شاء الله، ولا يحب الله، يحب مناجاة الله، مشى إلى النافلة. كي دخل في النافلة ربي عز وجل قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف الآن، أك دخلت في العتبة تاع الله، أك دخلت في الحمان تاع الله. قال له ربي عز وجل للشيطان وش قال له؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أنت كهربت، هذا التوبة تاعك، الذهاب إلى المسجد والصلوات والعبادة وذكر الله والأعمال الصالحة، هي عبارة عن هروب من الشيطان اللي كان متمكن منك إلى الله. أنت راك تمشي وتهرب لله، تهرب. قال حتى أحبه، فإذا أحببته خلاص، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه. معناتها خلاص أنت راك قربت عند الله خلاص. شوف كاين نوع من الناس الآن المخدرات هذه راهي غالية عليها مصاريف، كاين ناس يتناولوا مخدرات، يقول لك أنا نتمنى وكان واحد يجيب لي كيلو، وكان يجيب لي واحد كيلو نرتاح، نضرب عام عامين ما شاء الله وانا راني هايل، ما نسحقش كامل نجيبها.
اتصور هذاك الكيلو، كيلو تاع كوكايين ولا تاع واش حبيت، كميه كبيره، اديها لانسان صالح، انسان مصلي، قول له هاك هذه، واش يدير بها هو؟ يديها ما يديهاش، ما يقولش انا هذه نستعملها ونتشهيتها، لانه ربي مكره له المعصيه ما يديرهاش. يوسف عليه السلام خلاص وقعت كل متطلبات المعصيه، واش قال؟ ربي الا تصرف عني كيدهن اصب اليه، ما راهش حاب يعصي ربي. علاه؟ لانه خلاص راهو مشى في الحيمه تاع الله، ما يقدرش يتمكن منه شيطان. علاش يقلب لك ربي عز وجل كامل القلب تاعك؟ وحبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. الان ربي كيحبب لك الايمان ويزينه في قلبك، وقتاش هذه؟ عندما تتقرب منه انت وتولي انسان المعصيه ما تحبهاش. كاين ناس كانوا يدخنوا، كان يدخن وكان يعشق رائحه الدخان، كتاب عليه ربي وحبس الدخان وكمل، تجي دوكا تتكيف قدامه يقول لك والله ما نحملها، بارك الله فيك. واش اللي غيره؟ ربي سبحانه وتعالى كره له المعصيه. انت الان باش تلحق الدرجه هذه تولي تكره المعصيه، تكره تقول انا كرهت الليالي هذوك، كرهت الايام السوداء، كرهت وانا في هذه الحاله اللي راني فيها. وقتاش تولي تكره الامر هذا؟ لما تتقرب الى الله وتذوق حلاوه الايمان وتولي باللي عندك علاقه وعندك مشروع مع الله، وهو انك انسان عندك علاقه مع ربي اللي خلقك. عندك عبودية، عندك فرائض، عندك نوافل. التقرب إلى الله هو سر ثبات الإنسان وسر نجاحه في توبته واستقامته. الشيء الثاني يا إخواني الكرام، باش تسقم نفسك وتمشي في طريق تاع التدين تاع الصح، لازم وكما نقولوا حنا الإنسان يكون إنسان وسطي في الدين، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يمشي لا هكا ولا هكا، وإنما في الوسط، الطريق الصحيح. وشنو هو الطريق الصحيح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، هنا احنا كي نتوبوا، شوفوا يا اخواني الكرام سمعوني مليح، احنا كي نتوبوا ونسقموا روحنا وروحوا الجامع نصلوا ونولوا ناس متدينين ما شاء الله، باش نولوا ملاح نضاف نقاء، لازم ننقيوا هذيك التدين تاعنا، ننقيوه، ننقيوا انفسنا من امور مش ملاح. كاين تدين ولكن مغشوش. الرسول عليه الصلاة والسلام واش قال؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الشيء اللي خاطيك عليه تدخل روحك فيها. انا الان عندي هم، أنا راني حاب نسقم نفسي، أمور الناس علاه ندخل روحي فيها؟ إلا حبيت ندخل روحي، ندخل روحي في أمور الدين في النصيحة. أما أمور الناس، نتبع أسرار الناس، هذا تزوج وهذا طلق وهذا ضارب وهذا عمل كذا، وعيوب الناس أنا نخرجها ونحكيها للناس. لماذا؟ لماذا أتتبع أمور الناس عطاه ربي ولا ما عطالوش أنا علاه؟ حاجة خطيتني أنا، حاجة بين العلماء أنا علاه؟ أنا الآن راني عندي هم، راني مع ربي سبحانه وتعالى. أنا ما نقدرش ندخل في ناس كبار عليا، هذو علماء، هادو ناس كبار، ما نقدرش ندخل في حاجه خاطيتني. هذه المساله ما نفهمهاش خاطيتني انا، راني حاب نسلك روحي عند ربي وخلاص. ما ندخلش روحي في حاجه ربما نخسرها ولا نقول كاش كما مش مليحه. لازم، قال النبي عليه الصلاه والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. شوف مصلحتك. شوف الشيء اللي فيه مصلحتك. شفتوا الانسان هذاك اللي يمشي يتصدق. فقير، شاف فقير راح يعاونه ولا يتصدق له، ولا شاف مراه وليه ولا ارمله ولا راح يعاونها. ولا انسان مريض راح يشري له الدواء. هذاك الانسان هذاك راه يحوس على مصلحته، ماشي مصلحه المريض. لانك انت كي تتصدق انت راك مستثمر الان. راك مع ربي، معاملتك مع ربي ماهوش مع هذاك المريض ولا الفقير، وانما انت هذه مصلحتك فتش عليها. كي اذن الاذان يقول الله اكبر وحي على الصلاه وحي على الفلاح. قالوا يقول حي على الفلاح، مصلحتي كاينه هنا، روح مصلحتي. انا انسان تاع مصلحه. مصلحه تاع الاخره. وكي نشوف نجي نمشي ننصحك، احنا شوف الان انا قاعدين هنا نعطوكم نصائح، انا والله راني ننصح فيك لمصلحتي. اني حاب ندي معك الاجر، اني حاب ندخل معك الجنه، اني على جالك، على جالك انت الان، بيك انت حاب نستثمر وندير مشروع مع الله، توب انت تولي تصلي ندي معك الاجر باذن الله. اني حوس على مصلحتي. شفت الان هذه المصلحه نديروها في حاجه اللي تصلح لنا. تصوروا كل واحد فينا يتبع الطريقه هذه، نحضر لك جنازه لمصلحتي انا، راني حاب نحصل قراطين من الحسنات ونمشي. لو كان كل واحد فينا يحرص على ما ينفعه، والله غير نتسقموا في كل مكان وتولي طريق ما شاء الله. احنا المشكل فينا ان اليوم اننا نحرص على ما يضرنا. حاجه اللي تضرنا نفتشوا عليها ونحبوا نطالعوا عليها ونجيبوها لنفوسنا ونضروا نفوسنا. وشوف الان، شوف الحسن البصري واش قال كلمه. قال لك لو كان العقل هذا، العقل تاعنا اللي عطاهنا ربي نعمة العقل العظيمة، تشوف المجنون برا، المجنون مسكين ينحي حوايجه في البرد ويمشي، ما يغسل نفسه وكذا، يمشي في السيارات ما يشوف لا يمين لا شمال، يبات وين جات، يقول وكلش
يقول كلش. هذاك على بالك الفرق بينك وبينه شنو هو؟ انه ربي يرفع عنه العقل برك، هو نفسه كيما انت. يعني احنا بيننا وبين المجنون هذاك ان يرفع الله العقل فقط نقول له كيما هو، نسال الله يعافينا ويشفي المرضى المسلمين. الان تصوروا اخواني الكرام، شفتوا العقل هذاك، النعمه تاع العقل العظيمه. الحسن البصري قال له كان العقل هذا ينباع، يتباع وكان يحطوه في المزاد، لا تزايد فيه الناس. وإنسان يحط 10 ملايين، الآخر يقول نحط 20 مليار، واحد يقول له 100 مليار أنا نشري العقل هذا. وكان جاء العقل يتباع، تقول لي الناس يتزايدوا فيه حتى ما نقدروش نحبسوا، ما نقدروش نحبسوا الناس، يقدر يلحق 1000 مليار عادي. عقل يتباع، تصورها أنت، عقل يتباع. الآن قال لهم الحسن البصري وكان جاء العقل يتباع ما عندوش سومة، قال لهم أنا أتعجب، أتعجب أو يتكلم على الناس اللي تتبع المدمنة، مدمنة الكحول، مدمنة المخدرات. قال لهم أنا نتعجب في إنسان يخرج الأموال ويروح يشري حاجة يذهب بها عقله، راه يمشي على العكس، يعني عقل ما عندوش. أتصور أنا نوض صباح كيفاه ندبر 50 ولا 100 ولا 200، علاه؟ باش نحي عقلي، باش نحبس عقلي ولي ما فكرش. هذه هي الحقيقة، أنت قولها في نفسك هكذا، قول أنا الآن عندي 5 سنين، عندي عامين، عندي 3 سنين، وأنا كل يوم مرة نسرق، مرة نهبل الوالدة، مرة نحي الأب، مرة نسرق من الوالدين، مرة نسرق القرعة نتاع الغاز نبيعها، خطرة ندير كذا، خطرة نطلب، خطرة كل خطرة كيفاش نعمل، خطرة نحيها من فم وليداتي وروح نشريها مخدرات، علاه؟ باش نحي العقل نتاعي. قول هذه الكلمة تشوف، كي تقول هذه الكلمة هذه تعود تستحي من روحك، قول كيفاش أنا؟ أني كل يوم نخرج في المصاريف باش نحبس التفكير تاعي ولا واش راني ندير؟ واش راني نعمل؟ باش عقلي نحيه يولي ماشي متوازن، لماذا افعل هذا الفعل؟ الانسان العاقل والله يحبس، بلا دين بلا دين بلا بلا الاسلام بلا اليوم الاخر، كي تفكر وحدك والله تحبس. العاقل ما يزيدش يكمل. نعم. اذا اخواني الكرام، لم يبقى معنا الوقت كثير، نكملوا يعني الكلمات هذه. الامر الاخر، احنا قلنا احرص على ما ينفعك واترك ما لا يعنيك، الحاجه اللي ما لخطيئتك لا، ولكن هذه اترك ما لا يعنيك ما تقولهاش في الدين. انا خويا، خويا اللي نشوفه ولا جاري ولا انسان اللي نشوفه شاب راهو ضايع، هذاك يعنيني، لازم نروح ننصحه. بصح في امور تاعو، عنده دراهم ما عندوش، ولا عنده في الرصيد شحال عنده في البنكة راهو يدير، ولا عمل ولا كذا، لا لا سره هذاك انا ما نطلعش عليه، خاطيني. بصح الايمان تاعو يعنيني، هذا خويا مانيش حابو يدخل جهنم. الانسان اللي يكون فقير ما عندوش واش ياكل يعنيني، نحوس عليه باش نعاونه. اذا كان راح تنفع احرص على الناس، اذا ما راحش تنفع ما تدخل روحك في حاجة الناس، لأن الأمور هذه تفسد الدين. كم من الناس تدخلوا فيما لا يعنيهم فأفسدوا دينهم. الأمر الآخر يا إخواني الكرام، نظف محيطك. شوف ما تقدرش، لا تستطيع، أنت ما تقدرش أنك تسير في صراط مستقيم والمحيط ملوث وأنت ما زلك مع ناس رفقة سيئة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام مش قال؟ قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. تصور دوك الآن أنا مع إنسان رانا نتناولوا في المخدرات، ولا رانا ماشيين في الآفات الاجتماعية، ولا رانا نشربوا في الخمر، ولا رانا ماشيين في سرقة ولا الكذب، ولا نقطعوا طريق ولا نديروا أي حاجة مش مليحة، وأنا هداني ربي حبيت نتوب ونبقى معه، ما نقدرش، مستحيل، لأنه راه كل يوم يذكرك أو فاتح لك الباب باش ترجع. أنت الآن كي كنت في المعصية ربي كان فاتح لك الباب باش تتوب، كي تولي الطاعة وتخلي هذوك الرفقاء سوء معك راح يعاودوا يفتحوا لك الباب باش تعاود تخرج من التوبة. إذا الآن أنا واش ندير؟ أول حاجة لازم تطهر المحيط نتاعك، لونتوراج لازم تنقيه. كيفاش ننقيه؟ من دون مجاملة، نحي المجاملة. الآن لو كان يكون عندك شريك، شريك هذاك الشريك راه يسرق لك في الأموال تاعك، تتجامل معاه أنت؟ وكان نقول لك حبس معاه مباشرة، قلنا هذا الإنسان أنا ما نستحيش منه، نقول له حبس، ما تجيش تكلم معايا، ونقطعوا الشراكة بيني وبينك، والهاتف تاعي ما تجيش تعيط لي، ونحيه، نحيه من الريبرتوار، نحيه، ما تجيش نعيط له، نبلوكيه. علاه؟ لأنه هذا الإنسان وهي كلي في الأموال تاعي راه نحالي الشركة كاملة. جلساء السوء يا إخواني الكرام، راهو ياكلك في السيئة في الحسنات، وراهو يزيدك في السيئات، وراح يدخلك الجهنم. لأنه ربي واش قال؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. شفت الان هذاك فلان واش دار لك؟ لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا.
تسمى الانسان في يوم القيامه في جهنم راح اول حاجه يتفكرها كيما الجماعه اللي راهي تدخل السجن الان، غير يحكموه يقول لك انا فلان ذهبيه. كي يتكلم مع والديه يقول لك وليدنا والله غير ما شاء الله، ومن النهار ولا يدور مع فلان ولا هكذا. يعني دائما كاين اعانه من شياطين الانس. لما تشوف نفسك باللي كاين الناس ماهمش ملاح ورام يدوروا معاك وانت تناول معاهم مخدرات ودير اي حاجه مش مليحه، كي تتوب الى الله تبارك وتعالى لازم مباشره واجب عليك انك تجبد نفسك منهم. قل لهم الله غالب يا اخواني، ان شاء الله ربي يتوب عليكم كما تاب عليا، منا وروح ما تعيط لي ما نعيط لك، نبدل الهاتف، نفتح صفحه جديده. هذه هي صفحه جديده. صفحه جديده انك تفتح صفحه نهائيا، ما نخليش ما زالت امور ممكن نولي، علاقات ممكن نعاود نولي. ما قدرتش نحبس بالعقل وبعد نعاود نولي لها، لا نحبس ضربه واحده. والله يعينك لما تكون عندك العزم، فاذا عزمت فتوكل على الله، الحسم قرار نهائي يبني لك النجاح نتاعك. والاخيرا ماذا نفعل؟ ذكر الله. حاول الا يفطر لسانك عن ذكر الله. الصحابه لما كانوا يسالوا النبي عليه الصلاه والسلام على الطريق المليحه، طريق نظيفه، كان يقول لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وش معنى الكلام هذا؟ لان احنا ربي كي خلقنا في الدنيا ابتلانا بمن؟ اول ابتلاء هو النفس نتاعنا اللي راهي موجوده فيها شهوات. ثاني ابتلاء واخطر ابتلاء هو الشيطان واعداء الله من الشياطين الانس والجن، خاصه الشيطان ابليس يرانا من حيث لا نراه. وكي يشوفك العدو تاعك هو يشوف فيك انت ما تشوف فيه، معركه خاسره. إذن باش تربح المعركة وين نمشي؟ عند الله، لأن الله يرى إبليس وإبليس لا يرى الله. فالقوة قوة الله. أنا الآن عندي عدو هو يراني وأنا لا أراه، ثم راح نخسر. إذن واش ندير؟ نلجأ إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في ذكر الله، ذكر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كثر منها الكلام هذا يثبتك الله. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. الذكر من أسباب الثبات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا مثل الذاكر الله، إنسان يذكر ربي سبحانه وتعالى، هذا الإنسان كمثل طلبه جيش. جيش راه يجري مر الإنسان هذا، واحد إنسان واحد وجيش كامل راه يجري مر الإنسان هذا. فلجأ إلى حصن حصين، هرب وتخبى في واحد القلعة، الجيش هذاك ما قدرش يدخلها. قال كذلك ذكر الله بالنسبة للشيطان. أنت كي تذكر الله عز وجل الشيطان ما يقدر يقرب لك ولا يوسوس لك ولا يقول لك اسمع أي أروح أرجع الأيام الجميلة، عاود جرب، معليش مين ذاك، عاود كذا، هذيك الوسوسة تاع الشيطان تروح تمشي. إذا أنت واش درت؟ طهرت نفسك بذكر الله من محيط الشياطين، وطهرت نفسك بهجران من؟ جلساء السوء اللي كانوا معك. يولي تعاود تولي تشوف الدنيا بمنظار آخر، ما عندكش مغريات. وبهذه الطريقة إن شاء الله عز وجل بهذا البرنامج يقدر الإنسان يثبت على طاعة الله. ولا شك يا إخواني الكرام، ما نساوش حاجة، الدعاء أهم حاجة، هي أنك تدعو الله عز وجل وتقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنا نقول لك واحد الكلمة، درك أنا كنت في الظلمات، شربت خمر، درت أشياء وغضبت رب العالمين، هي كيما نقدر نكذب على نفسي ونقول كنت نزهة؟ لا لا، والله غير كنت في ظلمات، كنت في مستنقع نجاسة، كي دائما قلب أسود. هذه هي الطريق، ما فيهاش، ما كاش واحد يقدر يقول لك الآن لا راني ما شاء الله راني نشرب في الخمر راني مرتاح، والله غير كي تتكمل معاه ويصارحك يقول لك أدعي لي نخرج من هذا الهم اللي راني فيه، راني في مستنقع. إذن هذا الظلام هذا كامل غير ينجينا ربي منه أحسن نعمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أكبر نعمة في الإسلام نعمة الهداية. الآن غير أن يجيني ربي منه، نبدأ نذوق حلاوة الإيمان، نصلي ونبكي ربي ونسجد ونعمل وندور ونشوف ناس الصالحين وندخل الجوامع، وبعدها ننسى الشيطان وننسى جلساء السوء وكذا. شوف هذا كامل وش ندير؟ لازم لي نروح عند ربي ونذوق الحلاوة تاع الإيمان، نقول يا ربي كيما ذقت هذه الحلاوة تاع الإيمان ما تنحينيش منها، ما تعاودش ترجعني للظلمات. ابكي لله عز وجل والجأ إليه، ومن دعا ربه والله لن يخيب. وربي عز وجل وش قال؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال لك أي واحد يحتاجني هنا موجود، أنا موجود. ما كاش حاجة نحتاجها كما الثبات على طاعة الله. ياك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان كل مرة وش يقول؟
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وش نقولوا احنا يا اخواني الكرام؟ نقولوا كذلك هكذا، نقولوا دائما يا ربي ثبتنا. التدين نتاعنا والصلاه نتاعنا والطاعه نتاعنا اللي نديروها ما راهيش بالبطوله ولا بالعضلات ولا بالاقدميه، وانما هي بثبات من الله تبارك وتعالى.